مرحبا أحبابي، اليوم بدنا نعمل مع بعض طريقة تحضير المعكرون لرمضان بهيدا الشكل. شكل كتير كتير ناجح وطيب ورائع. هيدي من الداخل مش ناشفة، وصل القطر لقلبها من جوا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي عنا كوب ونص طحين، عيرت بكوب المقاس، وكمان هون عنا نص كوب طحين فرخة. بحط فوق ملعقة صغيرة محلب وملعقة صغيرة ينسون حب. خلطن شوي مع بعض. طريقة كتير سهلة وطيبة لرمضان ولكل الأوقات صراحة. هلأ بعد ما خلطتهم من نضيف عليهم، حط نص كوب زيت نباتي، حطهم على جنب. عندي هون ربع كوب سكر، بحطه بكباي. كمان بحط ربع كوب مي. بخلطهم منيح مع بعض. كمان بحطهم فوق الخليط. بعجنهم بالإيد أفضل. بس صار عنا عجينة متماسكة، هلأ بغطيها وبتركها ترتاح نص ساعة. بعد ما حطيت العجينة ترتاح نص ساعة، هلأ بدنا نكفي أنا وياكم. بدنا نعمل القطر. عنا كوب ونص سكر، يلي ما متوفر عندها كوب المقاس فيها تستعمل كوب صغير. بحط فوق السكر ملعقة طعام عصير حامض، كمان كوب مي. بحركن شي بسيط وبحطن على الغاز ليغلو. هيدا القطر بعد حوالي 8 دقايق. هلأ بحط فوقن حوالي ملعقة طعم زهر كمان. بحرك شوي. بتركن حوالي دقيقة يغلو بعد ما حطيت المزهر. 9 دقايق صار إلو على الغاز القطر بهيدي الطريقة. بس تدبق هيدي الستاتشيلا، بحسها عم بتدبق يعني صار القطر جاهز. هلأ بطفي الغاز. بعد ما ارتحت العجينة نص ساعة، هلأ بدنا نكفي. هيدي العجينة بعد ما ريحت وصارت كتير جاهزة انه نستخدمها. بعملها بهيدا الشكل. بعملها بهيدي الطريقة
كمان بلفة. شايفين طريقتها جدا سهلة ومش معقدة. المبتدئين بيعملوها بهيدي الطريقة، كتير كتير سهلة. إذا عندكم مصفاي كمان ممكن تعملوها على مصفاي. شايفين شو سهلة طريقتها؟ فيكم تعملوا الحبة كبيرة وفيكم صغيرة، انتو حسب ما بتحبوا، حسب الطريقة اللي بتحبوها. عم حم الزيت اكيد على الغاز لنبلش قليه مع بعض. بس حمى عنا الزيت، هلا بنحطهم بالزيت. بسم الله. بس اخدوا هيدا اللون الذهبي الخفيف، هلا دغري بشيلهم وبحطهم بالقطر. دغري هن وسخنين بحطهم بالقطر. حط قسم تاني بالزيت. بسم الله. هول اللي حطيتهم بالقطر، هلا بشيلهم من القطر وبحطهم بمصفاي. كفي الباقيين بنرجع بنكفي مع بعض. هولي اصابع زينب اللي عملتهم انا وياكم. بتمنى الطريقه تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.